غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. ألو ألو سلام ونعمة. ألو سلام ونعمة أبونا صدرات. ألو نعم. الرب يباركك ويبارك بيتك. لعلك بخير يا أبونا. مين؟ بقول لك لعلك بخير. مين معايا؟ معك أبو مريم من أمريكا يا أبونا صدرات. أبو مريم؟ آه حضرتك ما تعرفني معرفة شخصية بس قلنا ناخد بركة أنا ونتكلم معك. اهلا وسهلا بيك ربي يباركك. ابونا صدرات كان عندي لا خير خير. انت في اي حته في امريكا؟ انا في منهاتن في نيويورك نيويورك سيتي. كان عندي استفسار بسيط حضرتك. العقيده كلها قائمه على موضوع ان يسوع هو الذبيحه البشريه اللي تقديمه للرب للرضا عنا بسبب خطيئه ادم. فمثلا العبرانيين 9:22 كل شيء تقريبا طهر حسب النصوص بالدم وبدون سفك دم لا يحصل مغفرة. وبعدين هنا في عندك عبرانيين 9:26 يقول ان متأسف افسس 5:2 يقول ان المسيح اسلم نفسه لاجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. ذبيحة بشرية لله. تمام يا ابونا الشاهد من هذا الكلام عندك كمان رؤية يوحنا 28 مرة تقول على ان يسوع هو الخروف المذبوح. ورأيت الجارس على عرش خروف كأنه مذبوح له 7 قرون و7 أعين وهؤلاء سيحاربون الخروف والخروف ينطحهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك. لكن يا ابونا أنا بحثت في العهد القديم وجدت أن الله لا يقبل الذبائح البشرية. العقيدة قائمة على أن يسوع الذبيحة البشرية لكن حضرتك لو ترجع للعهد القديم هتجد أن الله بيرفض الذبائح البشرية. مش كده بس يقول الله عن الذبائح البشرية أنها ركس مثلا على سبيل المثال إرميا 23:35 كمان يقول عن الذبائح البشرية أنها نجاسة مزمور 106 العدد 37 للعدد بس المسيح ما كانش بشرية أمال إيه؟ ذبيحة إلهية كده بقى يبقى مشكلة ليه كده؟ ذبيحة إلهية ما هو كده المشكلة إيه حضرتك؟ كده المشكلة يبقى الله مات والكتاب المقدس واضح يقول ألست أنت الكلام ده ما ينفعش في التليفون يا بابا أنا مش بابا ساعة القمص أنا مش بابا أنت بتتكلم على واحد عالم في المسيحية أنا مش بابا الكلام ده تقوله لأتباعك في الكنيسة أنا مش بابا والكلام حضرتك الآن لما عرفت حضرتك مش لك رد تقول الكلام ده ينفع لا الكلام ده ينفع مين اللي قالك ما ينفعش في التليفون؟ امال البرامج المسيحيه ديت قفل التليفون اتصل بيه مره ثانيه. ما عندهمش ادب، ما عندهم ادب. ما تلاقي حضرتك لما تلاقي ان هو ازاي الكلام ده ما ينفعش في التليفون. المرة الثالثة عشان خاطر التثليث يبقى باسم الأب والابن والروح القدس مكالمة واحدة أمين. كان معانا لواء مباشرة الآن القمص صدراك إبراهيم حنا. القمص صدراك إبراهيم حنا من كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بالأوللي تاريخ الرسامة ده عنده بنات كلها ما شاء الله ربنا رد يعني إن هو إيه كده أمه قالت له روح يا ابني ربنا يفرج عليك طوب الأرض. تاريخ الرسامة يعني تعين يعني التعيين 20/10/68 ما شاء الله من أيام الفراعنة. تاريخ الرسامة 68 تاريخ الميلاد 14/8/38 ده كل المعلومات بتاعه معاه بكريوس في العلوم اللاهوتية والفلسفية
اتفضل حضرتك. وزي ما انت شايف، شوف يا اخو اكرام، الموضوع ده معضله دلامة بالنسبه للنصارى. ليه؟ خطا اللي يقول ذبح الهي، معنى كده اللي مات اله، او في صفه اللاهوت، اللاهوت لا يموت. مين اللي بيقول كده؟ يسوع نفسه. فين الكلام ده؟ اعتقد انجيل يوحنا 6:57 يقول الاب الحي. طبعا الاب هو الله، من اللي قال كده؟ يسوع. وهذه الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحق وحدك الاب. وكمان يسوع يقول على ان الله لا يموت ايه؟ قلنا الكتاب كمان يقول الست انت منذ الازل يا ربي اله قدوسي لا تموت. والكتاب بيقول الذي لا وحده عدم الموت. والكتاب بيقول الذي لا يفنى، الله لا يموت. فدي مصيبة، دي مصيبة اما يقول ذبيحة الهية، مصيبة. وهم كلهم حتى يقول لك ذبيحة ايه؟ يقول لك اللي مات الناسوت، كيف يكون الناسوت ذبيحة الهية؟ كيف؟ يعني حتى الارثوذكس يعني الكلام اللي بيقولوه بيخالف العقيدة بتاعتهم، لان اللي مات هو الله، الله ظهر في الكاس، ومع ذلك بيقول لك الناسوت بسبب ان موضوع الله لا يموت. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا لضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد